صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادر أمينا شوق بالحنينا صلاة أرحم الراحمين ثم رابط تجي وتوابير بيرا لما أزدور يا أخينا صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمينا أنعم مقيلا على المعينا صلاة أرحم الراحمين جديد وبير عام للمصطفى والفريش زينا صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمين أيطر المدينة صلاة أرحم الراحمين تمزر القبة والبقيع مناير البلد الأمينة صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمين السحاب تعلو بخضرة والبياض حينا صلاة أرحم الراحمين ساهرة الليل بالمدامع تمشي على اليسرى واليمين صلاة أرحم الراحمين صادق الأمينا تنزل العيس في المناخة غرب الغمام بأرض دينا صلاة أرحم الراحمين تنصر العتب المدرج ولعل بريء لكم تبينا صلاة أرحم تنظر الروضة المبينة صلاة أرحم الراحمين وترى الأنجاب فيها تغلي بها شموع من غير لينا صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمينا الذهب المجلى بالنور والشمع مستبينا صلاة أرحم الراحمين وكزرك كاهبها مسيد مكتوبة كلها تلينا صلاة أرحم على الرخاء من مصف فينا صلاة أرحم الراحمين بطن الغباب عليها خاطع
شرط لآي الكتاب بمحققين صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمين وحجرة الهاشمي تراها كأنها جنة رزينا صلاة أرحم الراحمين تأتي بباب له تسلم عليه ألفا صاحبنا صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمين تأتي بباب له تسلم عليه ألفا فإنه الكوكب السمينا صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمين إطان زاك المسيد جمعا من الرخام وسم صينا صلاة أرحم الراحمين مفيد بجزولي يا والبردتين صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمين وفينا أخلا ببطن صحن يحوي سور له أمينا صلاة أرحم الراحمين يا ربي أجمع به جميعنا نحن وأهلا كذا البنينا صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمين وجميع أهل الطنين بهذا مع الشريف ففي المدينة صلاة أرحم الراحمين وكذا الذي أصله شريف أعني بذاك ذاك الأهمي مخينا صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمين وصلى سلم على الذي من به يهدينا صلاة أرحم الراحمين محمد ما الشريف يوسف يثني على البيت والمدينة صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق سلم على الذي من به هدينا صلاة أرحم الراحمين محمد ما شريف يوسف يثني على البيت والمدينة صلاة أرحم الراحمين على النبي الصادق الأمين.